ولا يبدو أن منذ ساعات قليلة كان هناك ما وصف بالحادث الأمني عند معبر أو حاجز قليندية، ذلك الذي يربط بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. ما حقيقة ما حدث هناك في هذا الحاجز؟ نعم، من قبل ساعات قد يعني كان هناك عملية إطلاق نار على حاجز قلنديا العسكري، وهو الذي يفصل مدن الضفة الغربية عن قلب مدينة القدس المحتلة وأيضا عن الداخل المحتل. نتحدث عن هذه العملية عقب استهداف قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا. قد استنفرت قوات الاحتلال بكل قواتها وجيشها وعتادها لبحث عن منفذ هذه العملية. الآن إغلاق حاجز قلنديا في جميع الاتجاهات سواء من الداخل أو حتى الخارج عمل على أزمة مرورية خانقة، خاصة لمن يحملون هوية القدس والهوية المقدسية، حيث يصعب عليهم الدخول إلى حاجز قلنديا وبعد ذلك التنقل إلى أحياء مدينة القدس. لذلك هم محاصرين الآن من ناحية مخيم قلنديا وحاجز قلنديا، إلا عندما تفتح قوات الاحتلال هذا الحاجز وحينها يستطيع المقدسيين المرور إلى مدينة القدس المحتلة. أيضا نتحدث عن أن قوات الاحتلال قامت بالتمشيط لتلك المنطقة لمعرفة من هو منفذ هذه عملية إطلاق النار. كان هناك يعني تمشيط لهذه المنطقة. أيضا نتحدث عن مصادرة تسجيلات الكاميرات، الدخول إلى المحلات التجارية القريبة من حاجز قلنديا العسكري والعبث بمحتوياته بحثا عن أي دليل يعمل عليه قوات الاحتلال لأن يعرفوا من هو منفذ عملية إطلاق النار في عند حاجز قلنديا. كان الإعلام الإسرائيلي قد تحدث عن إصابات في صفوف جنود الاحتلال، لكن عادت ونفت الجيش الإسرائيلي بياناته وأيضا الإعلام الإسرائيلي بأن يكون هناك أي إصابات في هذه العملية. الآن فقط تجري عمليات التمشيط ومصادرة سجلات الكاميرات من المحلات التجارية القريبة من حاجز قلنديا لمعرفة هوية منفذ هذه العملية التي لم يصاب فيها أي أحد من جنود الاحتلال. لربما أن هذه التنبيهات وهذه الأهبة الاستعداد التي تقوم بها قوات الاحتلال وأيضا رفع حالة التأهب على الحواجز العسكرية، هذا ما يثير أن قوات الاحتلال وأيضا الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بين الحين والآخر، خاصة عند الحواجز العسكرية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.